غادر ممتعضا وصامتا، هي حال الرئيس الأمريكي في ختام مشاركته في أعمال قمة الناتو. غابت الكلمات، فترامب ألغى مؤتمرا صحفيا مغادرا لندن. قد لا يكون مخطئا كثيرا في اختيار طريقة التعبير هذه، فالصمت وحركات الجسم قد تنطق أكثر مما تفعل الكلمات أحيانا، وهو ما سنحاول استعراضه في خلاصة لما جرى في لندن. بدأ كل شيء بابتسامات مصافحات البداية. جمود على وجه أردوغان لم ينقذه من محاولة العبور سريعاً، فللبروتوكولات قوانينها. البروتوكولات ذاتها رسمت ابتسامة الثقة الزائدة على وجه ترامب، إلا أنها لم تسعفه كذلك. يمين أم يسار؟ ترددت بوصلة ترامب، أسعفه جونسون ليتخلى عنه لاحقاً. ميكروفون أفلت من الرقابة قدم الدليل، مسجلاً ضحكة لجونسون وأخرى لماكرون، وأكثر من ذلك لرئيس الحكومة الكندية. لقد تدلت الأفواه إلى الأسفل مللاً وإرهاقاً، قالت يادات رودو رداً على سؤال عن سبب تأخر ماكرون في الوصول بعد المؤتمر الصحفي المطول مع ترامب. لقد تعبت وأنا مستنفر، قالتها حركات جسم ماكرون بالفعل. ولن نكرر ما قالته جمله الدبلوماسية في تلك الجلسة الطويلة مع ترامب والتي استغرقت 40 دقيقة. وبمفردات لغة علم النفس كذلك، لا أكترث ولا أعير ما يجري اهتمامي، تقول طريقة ترودو في الجلوس مستمعا لترامب. اضطروا للجلوس معه كقادة، إلا أنها أميرة ولها الخيار، فهزت يدها ورفضت. إنها ابنة الملكة البريطانية رداً على دعوة وجهتها لها والدتها لمصافحة ترامب، واستمر الرفض. تبادلت الأحاديث مع الجميع وتفادت ترامب في كل اللحظات. وعلى العكس، كان هناك من يرفض البعد عن ترامب. هذا ما جهدت حركات جسم الرئيس التركي بقوله لنظيره الأمريكي: لن أتحرك لا يميناً ولا يساراً من دونك، جملة تصح تعليقاً وتحليلاً لمن أراد التوقف عند صورها.